اهدى اهدى، مين حضرتك؟ انا دكتور عمر. دكتور عمر؟ ايوه، ودي الشهادات والجوائز اللي تثبت صحة كلامك. كلام مين؟ الدكتور عمر. امال انت مين؟ انا دكتور عمر. يعني الحاجات دي بتاعتك انت؟ يو بقى، الحاجات دي بتاعت الدكتور عمر. اسمك الثلاثي ايه؟ دكتور فخري سليمان عبد الهادي، نفسية وعصبية. امال ليه بتدعي انك دكتور عمر؟ انا ما ادعيتش، انا فعلا دكتور عمر. يا راجل انت فوق بقى، فوق. انت شارك حاجة؟ كنت لسه حسأل حضرتك نفس السؤال.